وعدتني برفيق نلمس بإيدينا أبعد الغيوم وعدتني برفيق الأحلام تكون حدودا للنجوم كم مرة مشينا هالطريق وحجار وحفظت أسامينا كم غني وكم صديق كانوا راحوا نحن بقينا رح شيلك بضعفك بجنونك رح صدق وعدك بس ساوي اللي بقلبك لا تنسى أحلى أيام العمر ورح كون النور بدربك رح ابقى وقت الشدة جنبك بس لا تنسى وعدك لا تنسى أحلى أيام وعدني تلاقيني ولو ما توعدنا ولو بلا عنوان وبتبقى يا صديق ويا خيي عندي أغلى إنسان كم مرة مشينا هالطريق وحجار وحفظت أسامينا كم غني وكم صديق كانوا راحوا ونحن بقينا رح شيلك بضعفك بجنونك رح صدق وعدك بس ساوي اللي بقلبك لا تنسى أحلى أيام العمر ورح كون النور بدربك رح أبقى بس لا تنسى وعدك لا تنسى أحلى بعد ما أنور انحبس راما طلعت من المشفى بعد 4 شهور من العلاج مسكينة يا راما خسارة مثل ما كن شايفين راما انشلت بس راما قررت إنها ما تيأس من هاي القصة وتصالحت مع الوضع وقدرت فعلا إنها تتجاوز هاي الأزمة اللي مرقت فيها والشي الأهم إنه أيمن زوجها السابق رجع التقى فيها مو بس هيك ورجعوا تزوجوا واكتشف انه هو لساته بحبها وهي نجم النجوم غسان مثل ما كن شايفين غسان صار يمثل بالمسلسلات بس لا يروح فكركم لبعيد يعني اذا فلقت حالها بيطلع له بلقطه لقطتين بالمسلسل كله ايه بس هو سالب على العالم وخصوصا البنات على اساس شو هو إنه نجم وأضرب وأطرح دخيلك نجي لصفاء يا سيدي صفاء بعد صد ورد وجزر ومد اتجوزت إياس بس شو مشان لؤي فعلا مثل ما قال الشاعر ما الحب إلا للحبيب الأولي أهلا بكم في مطعم الطيبات أهلا بكم
سندويش مقالي، سندويش بطاطا. هاي عدنان يا سيدي، عدنان ما خلى شغلة في العالم إلا ما اشتغلها. سيدي يا شاورما، كافيتيريا، كافينيت، لك حتى وصلت القصة في إنه يبيع ورد. أي كمان ما مشي حاله. السلام عليكم. أهلين بعيون. يا سيدي مسبع الكارات قليل البارات. هديك ما بقيت تاع طول دراسه بدك طق بابا دون مخلل يا على عيني. مين يا حبيبي؟ يا هدير بعيوني، بعدين مسهلين. هاي قدامك شغلنا كله فريش، كله تازة، كله على كيفك. أهلين يا حبيبي، أهلين بعيوني، إن شاء الله مقبول هذا. وهي عصرية ليمونة تكرم عينك يا عيوني. إن شاء الله هلا وعافية، مقبول هلا. يا بابا شكلك بشهي. وين يا حبيبنا؟ وين مصاري؟ وهي السيد قيس. طبعا قيس ما شفناه نحن طوال قصتنا. هاي قيس شكله متغير وشايل النظارات وشعراته طوال. متغير عليكم ما؟ صاير واحد تاني. ما له علاقة بقيس اللي بنعرفه. سألوني ليش؟ سألتوني؟ لأنه قيس كان ببلجيكا عم يدرس علم نفس، وهلا خلص ورجع على البلد، بس رجع شخص تاني. ويلو أي لساته مثل ما هو، ما بيغير عادته. من صبية لصبية ومن وحدة لوحدة. إيه؟ الله يهدي. أبصر شو عم يكذب عليها. حكي لقلي. بعد السنين المريرة اللي قضاهم بالسجن، رامي طلع والحمد لله. بس للأسف انقلبت الآية عنده، وهلأ رامي صار عنده فوبيا من شيء اسمه انترنت. يعني إذا بتقله فيسبوك بيرجف، وإذا بتقله ماسنجر بيجوز انجلت، وإذا بتقله جوجل بيموت بأرضه. منيجي ليزن. يزن كمان بعد كل العذاب والمرارة اللي صار بقصة حبه مع شيرين، الحمد لله أبوها لشيرين قبل يجوزه. وهي العرس مثل ما انكم شايفين. يا سيدي الله يهنيكم. طبعا يزن ترك البيت لابن عمه طنشت، لأنه عنده ابن عم الشياطين الزرق ما بتستحملوا. سلامتك. وهلأ شادي الأخ صار مقضيها سري مري على الحبس. شي مخالفة بناء، شي وجيبة، شي طالع على الشارع شوي بالبناية، حكاية. بس مثل ما بنعرف انه شادي بدبرها. يعني بقول لك بنحبس شهر احسن ما ادفع. وهو عم يقبض حق هذا الحبس اللي عم يحبسه. يعني السيد لؤي مشان ما يعلق هو بيدفع مصاري لشادي، بيقوم شادي بيلبسها للقصة لحاله وبينفض لؤي. محجوب
وما أدراك ما محجوب. باختصار وما بدي طول عليكم، محجوب لهلا ما عنده أولاد رغم الفترة الزمنية اللي صار له متزوج فيها. يعني الله يكون بعونك يا رسمية. والغريب ولا منطقي إنه رسمية لهلا بتحبه. إيه؟ ولله في خلقه شؤون. حسان ومايا حياتهم مليئة بالحب، بس المشكلة إنه مايا بتغار كتير، وصار من جديد عندها عادة مو حلوة أبداً، إنه صارت دائماً تتحركش له بموبايله لحسان. لك راح تطير الرجال من إيدك يا بنت. لك إيه بلاها الولدنة؟ ها؟ منيجي لحسنة؟ هاي خالتها عم تقنع لحسنة أنه تتجوز واحد من قرايبينا، أما أبوها لحسنة سحبوا منه الوزارة واكتشفوا أنه مختلس. شوف لي الساعة اللي بيده. طارق قدر بعد فترة أنه يتخلص من الحب اللي سيطر عليه لفترة طويلة، بس المصيبة إنه دائماً طارق بيطلع من طابوسه، بفوت بطابوسه ألعن وأدق رقبة. طارق كان ماشي من ناح مدرسة البنات، وإذا بيطبس طبسة جديدة. الأخ يا سيدي ما عنده حل وسط، يا بيكون عمره بين 18 و20 وبيحب وحدة فوق 30، يا بيكون عمره بين 28 و30 وبيحب وحدة بين 16 ل17 مثل أنا سميرة. بس بدنا ما ننسى إنه الله خالقه من نظرة بيسخسخ. هاي أبو الحروف، أبو الحروف اتجوز سماهر وترك الكشك واشتغل على تاكسي، بس جوا التاكسي في كشك ومول. لا والله يا ربي مجمع تجاري فيك تقول. شلونك أبو الحروف؟ عارين خضر؟ ما عندك بطاريات؟ لا والله في طواقي. هات لنشوف طواقي. ايه طواقي لشوف منيح. هات لشوف. اوه والله حلوه. هاي قديش ببيعوك اياها بالسوق؟ والله يعني شغل شي 50 ليره. شغل 50 ليره، حقها 300 ليره بالسوق، انا عم بيعها 100 ورا. هات لشوف. يا عيني عليك. هذا عمي خضر. 100 ورا 100 ورا. طب. على راسي. منى رجعت من سفرها ومع شهادة قد الدنيا بالتغذية والرشاقة وهي القصص. يعني من هدول تبع لا تاكل بطاطا لأنه فيها نشويات وبتسمن، ولا تاكل خبز وعجين على العشاء، والرياضة الصباحية وما بعرف شو. بس إنه علم الطاقة اللي أنا لهلأ عم حاول أفهمه وما عم بقدر. الأخت أخذ شهادة فيه، وهذا غير الفلك والأبراج وهلما جرة، وجاي تطبق كل شي تعلمته علينا. يا فرحة قلبي وقلبكم. أما عباس فقلب الحج متولي وقرر يسكن نسوانه الثلاثة ببيت واحد. طبعا لما سمعت بسمة بالخبر انفلجت، لأنه كانت مفكرة حالها الوحيدة. ياسمين تقبلت الفكرة على مضض، لأنه هي من كتر ما أنا مرتبة ما بتحب حدا يلعب لها بغراضها. وبعد ما كان مفكر أنه ياسمين هي الزوجة المثالية طلع غلطان، لأنه طلع عنده وسواس النظافة. أما ملك لما خبرها أنه بده يسكنها مع ضرائرها ببيت واحد، كانت ردت فعلها غريبة. يا ترى بشو عم بتفكر؟
السيد لؤي طبعا لما فلس وما عاد معه مصاري وصار مضطر على شوية مصاري ليفتح مشاريع، اتذكر حضرته انه في عنده رفقات فقرر انه يسكنهم ببناية قال لهم انه هو عملها. وطبعا كان العرض مغري، يعني قال لهم انه بمئتين الف بتسكنوا والباقي بالتقسيط المريح، وسكن الكل بهي البناية. الشكلة غالي ما؟ اي والله غالي. أما الأستاذ عدنان فسكن بالأبو، هنيك رجع يعطي دروس خصوصي بس على طريقته، طريقته هو. أستاذ خلصت السؤال الأول؟ إن شاء الله بتخلص. أي حبيبي خلصت السؤال الأول؟ يلا لعب خمسة، لعب خمسة من هون أخلص الجريدة. شطور حمودة. أستاذ خلصت خمسة؟ خلصت خمسة؟ يلا حبيبي كاستين بدنا نشتغل، ممكن ألف طريقة يا حبيبي قديش حياة طبعاً. والسيد لؤي سلم طحطح ناطور البناية. أما شو ناطور؟ لك هذا بده مين ينطره؟ يا فدوى، لك فدوى. لك أنا فدوى أنت التاني؟ لك مو طلقت مرة تانية بعد ما طلعت من السجن؟ إيه والله مظبوط طلقت. صباحا. واو واو شو؟ آخ يا رسولي وجعني وشي من كتر النوم. لك آخ يا محجوب، لك أنا وجعني وشي من كتر نومتك. خفف شوي تقبرني، خفف يعني مشان صحتك ومشان صحتي والله رح انجلط. لك إن شاء الله بيسلم لي وشك أنا. إيه لك يقبرني سبع الرجال. إن شاء الله بيسلم لي هالجسم المكسر حقيقي ولا مجسم. من وين جايبه؟ اخ يا الله عن جد شر البلية في ما يضحك. ايوه انا بنوبة بشتغل معي هيك رسمية. ها شباك هذا المنظر، ايديك فاضية من هون لهون ما بيعجبني. هدول بدي اياهم يتعبوا اساور وهي الشحاطة ما بتفوت براسي. انا بدي اشوف الاقزام الخمسة، فهمتي ولا لا ام عزات؟ فهمت تقبرني، فهمت والله بعمل اللي بدك اياه، بلبس لك اساور من هون لهون وشو ما بدك بساوي بس جيبه لعزات. يا ابو عزات ليش مستعجلة انتي؟ بكرة الايام جاي، بعدين لبيت اهله وعلى مهله عمي. لك شف لي على هالمسطرة، عامل لي رجال. مسكين ما عم تزبط معه، حسبي الله ونعم الوكيل. رحلي بهالكاميرا على البيت اللي جنبه اللي قالك رحلي. وصلني النص يعني، بس انا طلبنا مصاري ما عم يعطوا مصاري. لك ما عم يعطوا 245 مشهد يا زلمه مع سامر، عرفتوا هذا المخرج تبع قبل الهبوط؟ اي بدهم يعطونا عليه ما لح احكي قد المبلغ يا زلمه، عيب احكي. لك لا يا زلمه شو تحكي معه، اوعك ها اوعك. اوكي ماشي. لا خلص انا اساسا ما بحب اشتغل معه هيك، ضل قاعد رمونيتور مكشر هيك وما بعرف شو قصته. ايه خلاص حبيبي عراسي يا شوقي. طبعا هذا الحكي كله كذب بكذب، يعني هو قدام العالم عامل حاله نجم، دخيلك طلع لي الطابق اللي فوق اطلع. مرغام خبي وشك منيح ولا تغش، عم قلع شايفك شايفك. بيان بيي بيي أبي. مو مزبوط، رجع خبي وشك منيح، عم شوف ضرغام أنا شايفك.
وهيك؟ ابي هيك مزبوط. شيرين؟ لحكي يا شيرين؟ لك يا زلمة شو بك عم تصرخ؟ والله قاعدين بنفس البيت، ما نطرش انا. شو قلتي؟ ما يزن يزن؟ وهذا اللي قد الشنتير صار طولك، مو اسمه ضرغان؟ اي تعبانين فيه نحن ولا مو تعبانين فيه؟ اي اسمي شو انا؟ اسفة ابن عمي، تقبرني حبيبي ابو ضرغام، شو بتأمر؟ يزن انسيلي اياه. خلص حاضر على عيني. ابو ضرغام ابو ضرغام نازل جيب فول انا، شو تتزهرمي؟ طب حبيبي اذا مقرر وخالص ليش عم تاخذ رايي؟ خلص فول فول، بلاها بلاها. فوتي لجوا. راجع على ضرغام. هلا ابو ضرغام. هلا يا علاء ويا حبيبي، ليش مصر انك تعلمني الغناء؟ لك حبيبتي ياسمين، ومو هيك، هلا انت المفروض ما تعربي بكل الاغنيه، خدي مساحات. مثلا الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية، والديك بينده كو 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 كو، يلا بينا على باب الله يا صنايعية. مين عندك الباب؟ شو بعرفني؟ قوم شوف مين. استاذ بيتهوفن، في مجال انت وحرمك المصون تعيرونا صوتكم بهالبنايه؟ هلا يا زلمه ليش معصب؟ ليش عم تعلي صوتك؟ روق، قول صباح الخير بالاول. ما بدي اقول صباح الخير، لك ما بدي اقول صباح الخير، لك نازعين علينا صباحنا ومسانا، كل الوقت اكذب عليكم، لك شو هاد؟ لك لا ما عم نعمل شيء هيك، عم نغني بصوت خفيف، خلص شبك. ما علينا، انا رايح مقبور على قامتي اجيب فول، بدك تتبركت انت ومرتك؟ لا فول لا ما باكل فول، نحن جايبين كروسان، اذا بتحب تعرف طار معنا. شو بك يا زلمة؟ شو في؟ لك كروسان جبنة وزعتر وقصص. لك شو بك؟ طب تفضل فوت في عم تاكل زيد رازي؟ لك كروسان شو بك؟ بطلت تعرف كروسان. الله يرحم زتك كانت تفطر كاتو. شو بو هاد يضل معصب؟ ولا رح يموت طقيق على قد ما بيعصب. شو بيعرفني شو بنا فيه؟ قال فول قال. هلا اسمعي مرجع. وديك بينده كو 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 في الفجرية، يلا بينا على باب الله يا صنايعية. لك يسلم لي الرايق يا علاء، طلع لي على البيت اللي فوق. طلع يلا عندك. طبعا هلا رح تتفاجئوا. صباح الخير حبيبي. المفاجأة إنه مايا وحسان اتطلقوا بسبب غيرة مايا الزايدة. صدقوني نصحتها كتير بس هي ما ردت. أما هي غادة مرته التانية، وهي أول لقمة من عندي. مالك شجع. افتح الكمبيوتر شباب. يلا حبيبي يلا افتح الكمبيوتر. ايه تصطفي، اطلع لي على البيت اللي فوق. اطلع.
الو. اي ماما، منيحه انت كيفك؟ ماما اشتقت لك كثير. لا لسه ما اجا. ايه عم بيحكي معك اليوم، قال لسه بده شي 3 ايام ليجي. الحمد لله كل شيء. ايه والله تخنا هالايمان. انت كيفك؟ الله يشفيكي يا راما. بس شو مشان هالحب الفجائي بينك وبين امك؟ ماما مشان الله تعي زوريني، كثير اشتقت لك. بدك شي حبيبي؟ لوين رايح؟ على الشغل. وليش رايح على الشغل اليوم؟ والله رايح اخذ لون، ليش رايح على الشغل يعني؟ انت بتعرف انه اليوم مو لازم تروح على شغلك؟ اسالني ليش؟ ليش؟ لانه اليوم كمان صاير شي بالابراج وهيك اجواءك؟ يا سيدي اليوم عطارد من الساعة 5 الصبح فايت ببرجك. بلا شو؟ طبعا. ايه خلصنا منى، خلصنا بقى شبك. تصطفل انا نصحتك، بس عن جد الواحد ما لازم يعمل خير بهالايام ابدا. طيب يعني مثلا شو بدي اقول له للاستاذ لؤي؟ قل له بليز ما تخليني انزل على الشغل اليوم لانه عطارد فايت ببرجي، بليز ممكن تخليني بكره للساعة 12 او 12 و5 لانه بيكون درب التبانة فات ببرج عطارد واموري بتكون بالسليم. لعيت لي قلبي على فكرة، بدك تروح روح، تصطفي لا تسمع النصيحة. ايه ما رح اسمع النصيحة لانك انت مو معقولة منى. باي انا يا باي. ايه والله معك حق، فعلا مو معقولة. طلع اخي طلع لفوق. ايه استاذ ابو شاكر. ايه طبعا. قد ايه بدك يعني؟ ايه طبعا بالمكتب. وين بدي اكون؟ يلا عم استناك. اهلين استاذ. هلا طارق ساكن هون وعامل بيته مكتب، والله فكره حلوه وعجبتني. يعني وين بدي اكون غير بالمكتب؟ وين بدي اكون؟ معقول نستقبل الزلمه هيك؟ فوت نسلخلنا شي طقم، نحلق دقن، نظبط الشعرات، تعرفوا يعني برستيج المهنة محامي وكذا. يلا بكون تتحملونا. هاي شادي ستو حكمت قبل ما تموت الله يرحمها، بعتت ورا عصمت لتدير بالها عليه لأنه هي اللي ربته هو وصغير. بس عصمت وحكمت فيكن تقولوا فولة وانقسمت نصين. لك شو هاد؟ شو هاد؟ والله يا شادي مش عجبتني هالسكنة هون. شو رأيك نطلع نستأجر؟ ولا قل لك شو رأيك نروح لعندي هالسويدة؟ والله الهوا بجنن هنيك، الطبيعة أجمل والأكل أطيب، شو رأيك؟ هون صحيح الهوا سخن والطبيعة أقل جمال من هنيك، بس يعني أنا مبسوط لأنه هون رفقاتي وعالمي. إذا بدك أنت روحي. هيك ما فشرت بنص عينك إني روح وإتركك هون تفلت على كيفك؟ إي والله والله قاعدة على قلبك. يعني بتعرفي اني قاعده على قلبي؟ ايوه. كنت مفكر انه ما بتعرفي اني قاعده على قلبي. اي نعم يا قلبي. شوفت عينكن مثل الديك والجاجه، نقار ونقير. ايه طلع اخي طلع لفوق طلع. حبيبي معروف أنا اليوم بدي أنزل على السوق أشتري شوية أغراض. لك حبيبتي، حبيبتي أنت بتعرفي إنه هلأ من ده مادياً؟ حبيبي أنا ما عم بصرف شي زيادة عن اللزوم. إمبلا، وبتعرفي إنه هلأ وضعي صعب. هذي طلع معك هلأ. لك بدي أسألك سؤال، الأغراض اللي جبتيها أول مبارح فيك تقولي لي شو كان لها لازمة؟ هيك حبيبي، أنا هيك متعودة ببيت أهلي، كل شي بدي إياه بصير عندي بثواني، وأي شي بدي إياه بشتريه. هذا الحكي ببيت أهلك، مو عندي. خلصنا معروف. لك شو خلصنا؟ اي والله يا حسنة مع وحق الرجال. إيه انت كمان كتير عم تتبع زي. شو صفاء؟ شو عم تعملي هون؟ شفت عينك عم تنشر غسيل. بس انا ماني حاسس انك انت عم تنشر غسيل، يعني حاسس في شيء تاني براسك.
يعني الغسيل ما بصير غير وش الصبح؟ ما عم بفهم عليك. لا لازم تفهمي علي. شو الظاهر استاذ لؤي واقف على الشباك يعني؟ خلصنا اياس، خلصنا، خلصنا من هالشك. 100 مرة قلت لك بيني وبين لؤي انتهى وانت كل شيء بحياتي، خلصنا ببوس ايدك. لا يلي بينك وبين لؤي ما خلص، ولسه في شيء بينك وبينه. لا اله الا الله، خف منك يا. لك معقول انت؟ معقول؟ لك عيب؟ لك مرتك هي، هذا الشك عيب. لك العمى، اخ لك تضربي انت وهالجوازه يا صفاء. اطلع لي لفوق، اطلع لي قبل ما اضربه كفي كر الاسنان. حبيبي بس بدي اقول لك شغله، وانت نازله على الدرجه انزلي شوي شوي، ما بدي حدا يحس عليكي، ماشي؟ لك انا بس بدي افهم انت من شو خايف؟ ما اساس انت صاحب البنايه. لك ايه انا صاحب البنايه وماني خايف، مين قال لك انه انا خايف؟ بس خلص قصة طويلة بعدين افهمك يا لشي، آخر مرة رح شوفك أنا. طيب أوكي ماشي يلا باي. الله معك باي. غريبة هالبنت بدها تفهم كل شيء، البيضة مين باضة والدجاجة مين جابها وأنا صاحب البناء. لك خلص بقى. لك إيه والله أنت اللي غريبة كتير يا لؤي، وهي اللي غليظة. طبعاً عباس تركته ملك، لأنه ما قبلت تعيش مع ضرائرها، مع أنه قالت له بالأول أنه ما عنده مشكلة. إيه الله يصلحك يا عباس، لك في حدا بيقعد نسوانه ثلاثة مع بعض؟ يا بابا ما عجبك تلعب غير هون، فوت العب بغرفتك. قول البني يوم يغسين الدوالي. لك ان شاء الله بيقبرني هالصوت. وعلي علينا اليوم. ليك ابنك مبسوط ها عم يرقص. ديني ديوالي طول البني. حبيبي يا عيوني، شو مشان هذا الحيط؟ ليش ما طينتم؟ أنا هذا الحيط هذا؟ إيه والله عم يزرب علينا مي كتير. إيه والله بدي طيله، بس كنت أسألك لأنه بدي أحط له عجينة يابانية نافرة. أيوة كنت أسألك بدك إياه يعني أي لون؟ أزرق أحمر هيك؟ والله أزرق حلو. أزرق حلو لون البحر. وإذا بدك بنحط خشب فوق وأزرق تحت. لوحة كبيرة. إيه إن شاء الله بتقبلني. ليك ولا أقول لك لون أحمر أحلى. والله مثل ما بدك يا حبيبة قلبي، تكرم عيونك. والله لأسوي لك إياه أحسن بيت بهالبناية كلها. إن شاء الله بتقبلني. أبو الحروب يا عيوني. الغسالة شو صار فيها؟ والله عم يجعوني إيدي من الغسيل. إيه هذا زبط مشان باب صغار أحسن ما يضل فهم مفتوح. أبو الحروب ما قلت لي شو مشان التلفزيون؟ خلص هيدا أبو شاكر، قضية ابنك يومين ثلاثة وبتنحل إن شاء الله. إيه مشان الله أستاذ طارق، بترجاك الولد مو خرج وحبوس، وأنت بتعرف إنه منصوب عليه. بقى الله يخليك اعمل جهدك. بعرف بعرف والله بعرف، ابنك طيب وعلى نياته. يلا عن إذنك. يلا نازلين سوا. تفضل شرف. الله معك ابو شاكر، اهلين بروحي. حلو عبيط. لك احلى يزوم بالعالم. شبك؟ لك يا اخي جبنا هالولد وتعبنا فيه، صار طول الحوره حاجه بقى تقولوا لي يزون، قولوا لي زوزي ومشوا الحال يا اخي وخلصونا من هالسيره بقى. الله يعطيك العافيه، والله انا بشهد لك تعبت بتربايته كثير. خلاص اخي عندي اللي بده يقول لك يا زلم، بدي اوصله قبض الغام. قبض الغام واحلى قبض الغام. منيح منيح كثير منيح. قوم هزلي طولك اطلع معي، بدي افطر انا واختك قبض الغام. جايب لك طست فول بياخذ ضبانات العقل. فول ما بدي، بعدين مشغول كثير عندي شغل. تيسر تصطفي. تيسر. لا الله رايح حبيبي كاسة شاي. هالمرة ما حمرق لك يا. هلا اسمعني بدي اقول لك كلمتين. قبل الكلمتين بدك تفوت تشرب كاسة شاي. لك اجيت بوقتك، بدي اقول لك كلمتين. انت مو مسير مسلسل اسمه جروح الماضي؟ طب نسكافيه شو رايك؟ لا اله الا الله، جاوبني على سؤالي. فنجان قهوة. لك يا اخي جاوبني على سؤالي. مو مسير مسلسل اسمه جروح الماضي؟ امبارح مقعد رفقاتي هيك ستة وحاطط لهم التلفزيون، عم اقول لهم انا رفيقي بطل المسلسل، وقاعدين عم يتفرجوا. العمى وينه رفيقك؟ وينه رفيقك؟ ما كان يطلع رفيقي. قبل ما يخلص تخلص الحلقة بدقيقتين طلعت عم تلعب شدة، اجى واحد سلخ الطيارة ومشي.
شبك يا زلمة قاعد عم تطنبرنا انك بطل المسلسل؟ كومبارس انت؟ لا مالي كومبارس. لا كومبارس. طب افهم شو القصة يا اخي كومبارس. طب لحظة افهمك شو القصة. تفضل عم بسمع. هذا بالجزء الأول أنا بكون عندي مشهد واحد، هذا تبع الطيارة اللي أنت بتعرفه، هلا أنا بتحمس بعد الطيارة وقرر إني أقتله بالجزء الثاني، الجزء الثاني كله بطولتي، بقتل هذا الزلمة وبصير رئيس العصابة أنا. اه يعني هذا الجزء تمهيد للجزء الثاني. يعني عليك ها شايف؟ ها؟ أنت بتفهمني، باقي ما بفهموني. تعرف شو؟ كومبارس. إيه؟ كومبارس يعني هلا ما حدا عم يشوف هالمسلسل على قد ما له سخيف. ايش معنى انت جامع لي رفقات والمحاميين قالوا عم يشوفوا المسلسل؟ لانك كومبارس. شفت بعيني غسان. اهلين يا غزرة، كيفك؟ شلونك؟ شو عم تنطفي؟ شو عم تصير؟ ايوه انت عم تنطفي ولا عم تطقي حالك مع العالم يا رسرس؟ هلا انا عالم ولا انت مالك علاقه؟ فوتي نبرة جوا عشان ما افرمك. يلا فوتي. تعال يا عمي غسان. انا شو بيعجبني فيك؟ انك زلمه وجدع ورجالك وبتاكل راس الحيه اكل. عم تمزح؟ اخي ايوه بس وينها؟ انا ما باكل هيك اكلات بنو. روح الهي يا رب امين ما يحرمك هالجدبه وتضل اجدب طوال حياتك. انت بتنبسط اذا انت اجدب. انا اساسا شو؟ انا شو مسكني جنبك؟ شو هالعالم يا؟ ولسه بيقولوا لي ليش عم يجعني وشي؟ حجور؟ نعم. شو هذا اللي عملته قدام غسان؟ مو عيب تبهدلني؟ لخ انا بهدلتك؟ ايمتى بهدلتك؟ لما كنت واقفه معه، لك عيب عليك كبار. ايوه، انت عم تبليني ما في كلام ها؟ بعدين وينك؟ انا مستحيل بهدلك قدام حدا وخاصة قدام عمي غسان، لخ هذا رفيق عمري، لخ بأمنه على هالرقبة، لخ مو بس هيك، وبعطيه مفاتيح البيت كمان. طبعاً طارق بعد ما كان يستنى ريتا اللي بتكبره بحوالي 10 سنين هلأ صار يستنى ميرا. ميرا طالبت 11. ايه خير ابو الحروف شو في؟ شكله الوقت مو مناسب. لا مو مناسب بنوب والله. ايه منشان المي، لكن معها مقطوع المي عندي، وهذا محجوب كل النهار حاططها على الزرارية يا اخي، وانا هذا الشخص بلاقي صعوبة بالتفاهم معه، بقى دخيل عينك بتحكي لي معه هيك شي كلمتين، معيتك. انا الحق علي، خلص امرك ابو الحروف امرك. حبيبي. ليك ابو الحروف، هالمرة رح احكي لك مع محجوب، بس المرة الجاي لا تيجي لعندي انا ما دخلني. لك اخي فهمنا احكي لنا معه هالمرة وبعدين ما بقى رح نحكي معك. صحيح انت لسه عليك اخر دفعه من حق البيت، شو صار معك؟ لسه في 25000 ليره ابو الحروف. والله شوفت عينك يا لؤي، عم بيشتغل ليل نهار على هالتاكسي ودوبني عم لحق، واختك سماهر كمان بشهره، بس في جماعه واعديني بمصاري هالكم يوم، بلكي الله بيهونها. طيب ولا يهمك ابو الحروف، بس اوعى تتاخر علي. لا تتكرم عينك، معك شو جابني؟ الله معك. أنا طارق. أنا ميرا. صار لي زمان عم بشوفك هون، كل ما أطلع من المدرسة بلاقيك عم تطلع فيي. إيه بصراحة أنا بالصدفة، لا مو بالصدفة، بشوفك طالعة منه، لا من هون، وبلحقك. بصراحة أنا معجب فيكي. معجب فيني؟ إيه؟ ما شاء الله أنت أكبر مني بكتير. ما شاء الله أنت أكبر مني بمني؟ لا مو بكتير، يعني أنت أكبر مني. قصدي مو بمنيح. حبيتك. أنا كمان معجبة فيك. صرنا اثنين معناها.
انت شو بتشتغل؟ انا بشتغل محامي. حلو. عن جد حلو؟ ايه كتير كتير؟ طيب بتعرفي شو؟ انا هلا عندي مشوار على القصر العدلي ضروري، وانت لازم تروحي على البيت، اكيد تاخرتي. فيني اخذ رقمك؟ فيك، بس انت لا تتصل فيه، انا بتصل فيك لما بقدر لانه ما في مشان اهلي. ايه معلش، عن جد فيني؟ ثواني ثواني، لا تحرك. تفضل. لا صحة، ما بدي. لا خدها. قديش الرقم؟ صفر تسعة تسعة ستة ستة خمسة ألف. معقول هاد؟ يعني ناوي ما يختار ولا خيار صح بحياته؟ موبايلات عصامة شباب لو سمحتوا. شلون 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 اخذ كادر على الخليج؟ خبر هي نهني؟ يلا مرحبا استاذ. اهلين، كيفك؟ الحمد لله. ليش لهلا؟ والله يا استاذ مو بايدي، عجقة طرقات لا طرقات ولا شيء. سكوت وفوت على المكياج. مشان شو على المكياج؟ ليكون مفكر حاله بطل العمل. ابر وقف لي هون قدام الكاميرا لشوف. امرك استاذ. حافظ شو بدك تحكي؟ ايه استاذ حافظ. هات لشوف. بيسالني بتعرف بيت ابو محمود من وين؟ بقول لك الممثل. طيب دلني عليك. دلني عليك. بقول له انت من هون؟ لك تص هون شو مكتوب؟ بريبه. ايوه. طب بتعرف ترى استاذ؟ لك مشان شو قلت من شوي والبسمه شبر على خلقتك؟ اعتذر. ليك عبود، ادوار ثانويه مثل هاد لا عتجيب لي، ماشي؟ امرك استاذ، بس خليه ياخذ الاربع مشاهد ونحل المشكلة لأنه مروكر معنا. وأنا أصلاً شو اللي مصبرني غير أنه مروكر؟ بعين الله، أعطونا خمسة شباب. يا الله يا أبو الحروف، لك رح ألهد وما كانت تجي هالغسالة. والله تعبت وأنا غسل على إيدي. كانو كنزتك قديمة يا معلم؟ قديمة، بس اللي بده يشتري قطعة طياب بده يعمل ألف حساب. لك لا يا معلم، بزعل منك. لك أنت مع أبو الحروف، بس عطيني ثواني. ليش وقفت؟ قوم معي قوم. لوين؟ لك قوم. قرب لعندي لشو؟ يا سلام. ايه بعض في عندي في عندي. قرب لشو؟ قرب 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 شوي. شايف على؟ شو ها؟ شو هاي كنزة؟ ايه كنزة، بس لمين؟ لك إلعك فوت إيسا فوت. إيسا؟ وين؟ لك أخي فوت إيسا بغرفة القياس فوت. في حدا عم يقيس قبلي؟ لك فوت وقول يا رب خلصني. شوفت عينك عم رش كالونيا. شو عم يصير جوا؟ شو عم يصير يعني؟ المرأة عم تطلب. رامي الله يخليك تزين جيب مي سخنة. ايه من عيوني تكرم عيني. ان شاء الله عبالك محشوف، عبال ولادك انت ورسمية. اخي لك ليش مين قال لك انه نحن بدنا اولاد؟ والله ناقصنا مو عويعك وجعت راس، لعيب محشوف. ليك يا رسمية لا تعطي تلقري كلام، ها انا فهمان عليكي، بعدين المخلوقة عم تطلع مو وقتك هلا، بس بالبيت والله لكسر راسي. عقبال شيرين. تتعقبي بالخير. اسمها شيرين؟ انظر غام اسمها مو شيرين. دق لأبو الحروف الله يرضى عليك. فوتي والديها للمخلوقة لنخبر جوزها.
روحي. الله يرحمك يا حكمات. وعدتني يا رفيقي نلمس بايدينا ابعد الغيوم. وعدتني يا رفيقي الاحلام تكون حدودا للنجوم. كم مره مشينا هالطريق وحجار وحفظت اسامينا. كم غني وكم صديق كانوا راحوا نحن بقينا. رح شيلك بضعفك بجنونك رح صدق وعدك. بس ساوي اللي بقلبك لا تنسى أحلى أيام العمر. ورح كون النور بدربك رح ابقى وقت الشدة جنبك. بس لا تنسى وعدك لا تنسى أحلى أيام. وعدني تلاقيني ولو ما توعدنا ولو بلا عنوان. وبتبقى يا صديق يا خيي عندي أغلى إنسان. كم مرة مشينا هالطريق وحجار وحفظت أسامينا. كم غني وكم صديق كانوا راحوا ونحن بقينا. رح شي بضعفك بجنونك رح صدق وعدك. بس ساوي اللي بقلبك لا تنسى أحلى أيام العمر. ورح كون النور بدربك رح أبقى وقت شدي جنبك. بس لا تنسى وعدك لا تنسى أحلى أيام. سوادك أحلى أيام.